السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. هناخد بإذن الله تعالى النهاردة يونت 1 واللي هي بعنوان at the campsite في المعسكر. هناخد في فيديو النهاردة بإذن الله تعالى lesson 1 اللي هو الدرس الأول، واللي هو بيكون بعنوان conversation time اللي هو وقت المحادثة. طبعا قبل ما نشوف المحادثة بتاعتنا بتتكلم عن ايه، هناخد الاول الكلمات بتاعتها والفوكابلري ونشوف النطق بتاع كل كلمة. طبعا مهم جدا اللي انت تكون حافظ الكلمات سواء السبيلنج بتاعها وسواء النطق وكمان المعنى بتاعها. تعالوا كده نشوف نطق الكلمات. campsite camp time breakfast breakfast good hungry beans eggs favorite. وبلاش نقول فيفو، اوكي، ما نقولش فيفوريت، اوكي، لا احنا نقول favorite. بعد كده prepositions اللي هو جدول حروف الجر. next to، next برضو لما نيجي ننطقها هننطق، مش هننطق التي الاولاني، هنقول next to، next to اللي هو معناها بجوار. شوف بعد كده بقية الكلمات. sunscreen camera، في كلمة كاميرا الإي هنا ما انطقهاش، فأقولها إزاي؟ هقول camera camera. night homework cheese lunch rice dinner سيريال جوس. بعد كده معانا جدول تصريف الافعال. طبعا الافعال خلاص احنا عرفنا ان في حاجه اسمها regular verbs افعال منتظمه، و irregular verbs افعال غير منتظمه. الافعال اللي هي المنتظمه هتحط لها الاضافات اللي هي زي ال دي او ال اي دي او ال اي اي دي، اما الافعال اللي هي الغير منتظمه احنا بنحفظ التصريفات بتاعتها. هيبقى عندك في الجداول هنا حاجة اسمها present اللي هو المضارع، تصريف الفعل في المضارع، والpast اللي هو تصريف الفعل فين؟ في الماضي. تمام، تعالوا كده نشوف. اول فعل معانا اللي هو watch، ماضي watch it watch it. بعد كده look، ماضيها looked. نشوف الفعل اللي بعد كده في جدول الافعال الغير مرتزمة. اول فعل معانا فيها wake up woke up، الماضي بتاعها. نشوف بعد كده verb to be، verb to be هنا اللي هو عبارة عن المصدر بتاعه عبارة عن be، ده الانفينيتيف أو الفعل في المصدر اللي هو be. كلمة be دي لوحدها معناها يكون. بيتصرف بقى في present عبارة عن ايه؟ عبارة عن am و is و are. طب الماضي بتاع am و is و are ايه؟ الماضي بتاعهم was we were، اوكي were. نشوف بعد كده الفعل اللي معانا smell. فعل سميل ده ينفع يكون منتظم وينفع يكون غير منتظم، اوكي؟ لو هعتبره فعل منتظم فهيبقى الماضي بتاعه ايه؟ سميلد، هنحط له اي دي. طب لو هعتبره فعل غير منتظم هنقولها سميلت، هيكون الماضي بتاعه ايه؟ سميلت، اوكي؟ لو كتبت الماضي بتاعه سميلد او كتبته سميلت الاثنين صح. طيب بعد كده اللي هو فيرب تو هاف اللي هو فعل يملك او يتناول او لديه اللي هو هاف و هاز. طبعا ايه الفرق؟ الفرق ان هاز بتيجي مع ضمائر ايه؟ بتيجي مع هي وشي وات، اوكي؟ انما هاف بتيجي مع ضمائر اي ويو وذاي ووي، اوكي؟ طيب اي واحده فيهم المصدر يا مستر؟ بما ان عندنا اثنين في المضارع، المصدر بتاع الفعل ده هو فعل هاف، هي هاف بس، هاف ديت هي دي المصدر، اوكي؟ طيب الماضي بقى بتاع هاف اند هاز هو هاد، يبقى الماضي بتاعهم ايه؟ هاد. تعالى بعد كده كان could، في كلمة could هنا اللي هو الماضي بتاع يستطيع اللي هي معناها استطاع، ال اللي بتكون silent فبقولها ازاي؟ could. اخر فعل معانا اللي هو find والماضي بتاع ايه؟ found. نشوف بقى اخر جدول معانا فيه الكلمات، هو جدول اسمه expressions and phrases اللي هو جدول التعبيرات والعبارات. اول جملة او اول عبارة عندنا اللي هي it's time for breakfast، دي انت بتقولها لما تيجي تقول لاخوك مثلا ايه؟ حان وقت الفطار، فتقول له ايه؟ It's time for breakfast، يعني حان وقت الافطار. بعد كده حاجه ريحتها كويسه تقول smells
good. Smells good. بعد كده حاجة مفضلة ليك هتقول my favorite. My favorite. It's my favorite. يعني إنها المفضلة إيه ليا. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نشوف المحادثة بتاعتنا بتتكلم عن إيه. طبعا قبل ما ناخد المحادثة بتاعتنا هنعرف حاجة اسمها الـ characters of the conversation، اللي هي الشخصيات اللي هتشارك في المحادثة. الشخصيتين اللي هيظهروا في المحادثة بتاعت النهاردة هي بنت اسمها هدى وبنت اسمها ايه منى. تعالوا كده الأول نشوف حاجة اسمها story of the conversation، اللي هي قصة المحادثة. المحادثة دي بتتكلم عن ايه. بيقولي منى and هدى are at the campsite. منى وهدى دي موجودين في معسكر وخيم بقى والكلام ده. فبيقول لي هدى wakes منى up، يعني هدى بتصحي منى من النوم. منى is hungry، فمنى جعانة، اللي لسه صاحية من النوم دي جعانة. They are having beans and eggs for breakfast، هيتناولهم بيض وفول على الفطار. تمام، تعالوا بقى كده نشوف المحادثة بتاعتنا. هقراها الأول كلها مرة واحدة وبعد كده هشرح لك الجزئيات المهمة اللي فيها. اوكي، نسمع بقى كده كويس عشان تقولها انت بقى بعد كده بشكل ايه، او تقولها كتير وفي نفس الوقت تكون حافظها برضو. اسمعنا بقى كده كويس. Wake up Mona. What time is it Hoda? It's 7 o'clock. It's time for breakfast. Good. I'm hungry. Smells good. What's for breakfast? We're having beans and eggs. Yum. My favorite. تعالوا بقى دلوقتي هشرح لك الجزئيات اللي جات في المحادثة. أول حاجة خالص عندنا حاجة اسمها giving orders، إزاي أدي أوامر، إزاي أدي الواحد أمر. طبعا البنت هدى كانت بتصحي منى من النوم، فبتديها أمر. بتديها أمر إزاي هنا؟ فبتقول لها wake up منى. البنت هدى هنا بدأت بالفعل اللي هو wake up، وبدأت هنا عشان تدي أمر بدأت بالفعل في المصدر. يعني لما اجي ادي لحد امر ببدأ بالفعل فين؟ في المصدر. لا احط عليه لا اس ولا اي ان جي ولا احط ولا اجيبه في الماضي كمان، انا هجيبه في المضارع في البريزنت ومعلوش اي حاجه. اوكي، زي الجمله دي كده، زي مثلا ما المستر بتاعك في الفصل ما بيقول لك اوبن ذا دور، يعني بيقول لك شوف بيقول لك ايه اوبن، ما قالش لا اوبنز ولا اوبننج. اوكي، يبقى بيجيب الفعل في المصدر. اوكي، طيب في امر تاني بقى اسمه اللي هو امر منفي، لان الامر اللي قدامنا ده مثبت. الامر المنفي ده لما تيجي تقول للواحد ايه لا تفعل كذا، بتبدا في الحاله ديت بحاجه اسمها don't، وdon't هنا معناها لا، وبيجي بعدها الفعل في المصدر. زي مثلا لما اجي اقول لك اهوت، اقول لك مثلا وليكن don't eat too many sweets، يعني لا تاكل حلوى كتير. اوكي، يبقى الامر هو زي ما قلت لك، الامر اللي قدامنا ده الامر المثبت، ببدا بالفعل فين؟ في المصدر. انما لو هتيجي تقول الواحد لا تفعل كذا يبقى هتبدا بdon't والمصدر. تعالى كده نشوف نمبر 2. نمبر 2 هنا بيقول لي asking about and telling time، ازاي اسال واقول الوقت. طبعا دي احنا خدناها اصلا قبل كده في سنه ثالثه، ازاي تسال واحد على الوقت؟ بتقول what time، بتسال ب what time. What time is it؟ What time is it؟ لما تيجي ترد هتقوم قايل لي اتس وبعدها الرقم وبعد كده كلمه ايه اكلوك اللي هي معناها بالظبط. فهتقول لي مثلا اتس 7 اكلوك، اتس 6 اكلوك، اتس 10 اكلوك، اي رقم. اوكي، طيب نشوف بقى بعد كده نمبر 3. هنا بيقول لي asking about the prepared food، ازاي اسال عن الطعام المعد او اللي هو يعني هيجهز على الفطار او الغداء او الكلام ده. بتسال بحاجه اسمها واتس فور. واتس فور دي انت بتجيب بعدها اسم الوجبه بتاعتك. طب ايه هي الوجبات اصلا اللي عندنا؟ الوجبات اللي هي بريكفاست، ما نقولهاش ما نقولهاش بريكفاست، اوكي؟ لا هي بريكفاست، بعد كده لانش اللي هي الغداء، وبعد كده دينر اللي هي وجبه العشاء. فانا لو انا عاوز اقول مثلا لمامتي واقول لها ايه الاكل اللي عندنا على الفطار؟ هتقول لها واتس فور بريكفاست. عايز تقول لها ايه الاكل اللي على الغداء؟ هتقول لها واتس فور لانش. عايز تقول لها عندنا اكل ايه على العشاء؟ هتقول لها واتس فور dinner. اوكي، يبقى بنسال بحاجه اسمها ايه واتس فور وبعدها اسم الوجبه. طيب هرد اقول لك ايه زي ما البنت ما هدى ردت، قالت وير هافينج، وهافينج هنا استخدام حاجه اسمها المضارع المستمر، ده بستخدمه عشان اعبر عن المستقبل هنا. فبتقول لها سوف نتناول،
were having. طبعا الفيرب اللي هو الفعل اللي هو have عشان اضيف له ing تخلي بالك ان انت بتحذف حرف الاي الاول. اوكي، يبقى الفعل اللي منتهي بالاي تحذف الاي الاول وبعد كده تضيف له الايه ing. يبقى were having beans and eggs. هنتناول فول وبيض. نشوف كده حاجة معانا اللي هي نمبر 4، بول asking about a problem. لو شفت مثلا حد زميلك مثلا قاعد زعلان، اوكي، وانت عاوز تقول له مالك او فيك ايه، فتقول له بالانجلش ايه، تقول له what's wrong. what's wrong، ودي كنا واخدينها السنة اللي فاتت. what's wrong هيقول لك بقى المشكلة بتاعته. فمثلا زي الجملة اللي قدامنا دي ما بتقول ايه، I can't find my sunscreen. I can't find my sunscreen، يعني انا مش لاقي كريم واقي الشمس بتاعي. نيجي لاستخدام حاجة اسمها can و can't. can ديت اللي هي معناها يستطيع، انما can't معناها لا يستطيع. معلومة تخليها في دماغك على طول ان can و can't هنا بيجي بعدها الفعل في المصدر في صيغة الانفينيتيف، يعني معلوش لا اس ولا اي ان جي ولا اي حاجة، الفعل فين؟ في الانفينيتيف في المصدر. طيب لو انا مثلا بقدر اعمل الحاجة ديت هقول لك I can، ما بقدرش اعملها هقول لك I can't. زي مثلا لو انا بعرف اعوم هقول لك I can swim، ما بعرفش اعوم هقول لك ايه I can't swim. طيب شوف اخر حاجة معانا وهي حاجة اسمها stating a place of something. ازاي احدد مكان حاجة؟ بتحدد مكان الحاجة ازاي؟ ان انت بتقول it's، ده اللي هي بتشير للحاجة المفرد. طب لو كانت حاجة جمع مثلا هتقول they are، تمام كده، يبقى هتبدأ ب it's. لو حاجة مفرد هتبدأ ب they are لو كانت حاجة جمع. هتجيب بعدها حاجة من البريبوزيشنز اللي هي بتحدد الأماكن، اللي هو حرف جر بيشير للمكان، زي مثلا next to، they on، they in، they opposite، they مثلا under، وهكذا. وبعد كده المكان. فمثلا جملة زي الجملة اللي قدامنا ديت، it's next to your camera، يعني بجوار الكاميرا بتاعتك. فأنا هبص على الكاميرا بتاعتي أقول لك oh there it is، يعني ها هو. تعالوا بقى دلوقتي هنشوف محادثة ما بين سكرة وسكر. طبعا هنا سكرة بان عليها ان هي very upset. يعني ايه very upset يا مستر؟ يعني منزعجة ومتضايقة جدا، واضح كده ان في حاجة ضايعة او مش لاقياها. فالسكر هنا بيقول لها ايه؟ بيقول لها what's wrong، يعني مالك، ماذا بك؟ قالت له I can't find my sunscreen، يعني مش لاقية كريم واقي الشمس بتاعي. فقال لها ايه؟ it's next to your camera، ده بجوار الكاميرا بتاعتك هناك اهو. فبصت سكرة ولقيته فعلا واستغربت، فبتقول oh there it is، يعني ها هو. تعالوا بقى دلوقتي وبعد ما خلصنا قراءة الكلمات وشوفنا المحادثة بتاعتنا بتتكلم عن ايه وشرحنا جزئياتها، هناخد بقى حاجة دلوقتي اللي هو الاكسرسايز على درس الكونفرسيشن تايم. هناخد تدريبات واسئلة كده، وطبعا هتقابلنا دلوقتي اسئلة جديدة احنا ما خدناش قبل كده، عشان كده انا عايزك تركز قوي وتشوف هحل الاسئلة ازاي عشان بعد كده انت تبقى عارف كل سؤال بتحل ازاي لوحدك. السؤال اللي عندنا الاول بيكون سؤال listening، نقول listen and complete، يعني استمع واكمل. طبعا دي محادثة من المحادثات اللي هتبقى عندنا في المنهج، عشان كده انت مطالب ان انت تحفظ المحادثات بتاعتك بشكل كويس وتكتبها بشكل كويس عشان هتساعدك جدا في السؤال ده. طيب تعالى كده نشوف المحادثة بتاعتنا ايه ونكمل الاجزاء اللي ناقصة فيها. المحادثة الاول هدى بتبدأ بتقول لها wake up منى، فمنى ردت قالت لها what time is it هدى؟ يبقى ايه الكلمة اللي ناقصة يا ولاد؟ برافو عليك، هتبقى what. طبعا لما تيجي تبدأ أي جملة جديدة لازم تبدأ بحرف ايه؟ capital. طالما هبدأ جملة جديدة أو هبدأ سؤال لازم أول حرف معايا يكون capital letter. بعد كده هدى قالت لها ايه؟ قالت لها it's 7 o'clock. يبقى ايه الكلمة اللي ناقصة؟ برافو عليك، الكلمة اللي ناقصة اللي هو number 7. S-E-V-E-N. فمونة قالت لها what's for breakfast، يعني ايه الاكل اللي على الفطار؟ يبقى ايه اللي ناقص؟ what's for breakfast. برافو عليك، الكلمة اللي ناقصة اللي هو حرف الجر for، F-O-R. we're having beans and eggs، مونة قالت لها yum my favorite، يعني حاجة مفضلة بالنسبة لي. يبقى ايه الكلمة اللي ناقصة؟ برافو، اللي هو صفة الملكية my، حاجة بتعود عليا أو ملكي، my favorite. question number 2 هنا بيقول fill in the gaps using words in the box، يعني هتملأ الفراغات اللي في القطعة اللي جاية ده باستخدام الكلمات اللي في الصندوق ده. طب إيه هي الكلمات الأول؟ لازم نقرأها، اللي هي hungry،
جعان جوز عصير ووك اللي هو الماضي بتاع ويك اللي هي معناها استيقظ وير يعني كان وإيت الماضي بتاع إيت اللي هو معناها أكلة. طيب المفروض بقى أنت بتقرأ القطع بتاعتك كويس أوكي في أول مرة المفروض يعني بتقرأها من غير ما تحل وبعد كده تيجي بقى في المرة التانية تبدأ تحل أوكي. تعالوا بقى كده تشوف أنا هحلها إزاي. طبعا عشان تستفيد أكتر وقف الفيديو وحلها الأول وبعد كده شوفني أنا هحلها إزاي وتصحح لنفسك وتشوف أنت عندك أخطاء ولا لأ. طيب one day Noor and her friends were at a campsite. يعني في يوم من الأيام نور وأصحابها كانوا فين؟ كانوا في المعسكر. طيب they هم up at 9 o'clock عملوا إيه الساعة 9؟ واللي بيجي كمان معاها إيه؟ up. برافو عليكم. اللي بيجي تيجي مع up هو الفعل إيه؟ wake اللي هو wake up. فإحنا هنستخدم صيغة الماضي بتاعتها هنا اللي هي walk تبقى walk up. طيب number 2 هنا they were كانوا they were ايه بقى اللي بيبقى صاحي من النوم ده اكيد بيكون ايه برافو عليك وبيكون hungry بيكون جعان يبقى they were hungry يعني كانوا ايه كانوا جعانين. number 3 they عملوا ايه بقى bread jam eggs apples and bananas عملوا ايه في الحاجات اللي بتتاكل ديات برافو عليك ويبقى اكيد اكلوها وبالتالي هنستخدم الماضي بتاع eat اللي هو ate يبقى they ate bread, jam, eggs, apples and bananas. أكلوا كل الحاجات دي. طيب بعد كده بيقول لي هنا إيه؟ نور drank milk يعني نور شربت اللبن. Her friends drank orange وأصحابها شربوا. Orange إيه؟ Excellent يبقى orange juice. وفي الآخر بيقول لي they went back home at 8 o'clock يعني رجعوا البيت الساعة الثامنة بالظبط. تعالوا دلوقتي نشوف question number 3 اللي هو بيقول read the passage and answer the questions يعني اقرأ القطعة أو الفقرة وبعد كده تجاوب على الأسئلة. السؤال ده طبعا سؤال جديد ما كانش موجود عندنا السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان جاب لنا حاجة شبيهة بيها اللي هو بيجيب لي صورة والصورة جنبها أسئلة true false أوكي. لا هو السنة دي بقى مش هيجيب لك صورة مكان الصورة هيجيب لك مكان الثلاث سطور دول تقرأهم الأول كويس جدا وبعد كده هتجاوب على خمس أسئلة ثلاث أسئلة true وfalse زي ما أنت شايف كده والسؤالين تانيين بتطلع الإجابات بتاعتهم من الثلاث سطور اللي هنقرأهم دلوقتي أوكي. يبقى تعالى كده بقى نشوف هنحل إزاي السؤال ده. طبعا أنا في البداية بعمل إيه بقرأ كل جملة وبقول معناها النفسي عشان أفهم القطعة كلها بتتكلم عن إيه بشكل كويس. تعالى كده نشوف My name is هبة أنا اسمي هبة I am in primary 5 يعني أنا في الصف الخامس أنا في سنة خامسة ابتدائي. I get up at 7 o'clock بصحى الساعة كام؟ الساعة 7 بالظبط. It's time for breakfast حان وقت الإيه؟ الإفطار. My mother cooks breakfast وأمي بتطهو وجبة الفطار. I have eggs and beans بتناول الحاجتين دول اللي هي البيض والفول. I drink milk وبشرب اللبن. I eat with my family وكمان باكل مع أسرتي. Then بعد ما باكل بقى الفطار مع أسرتي وبفطر مع أسرتي بتقول لي then يعني ثم I go to school by bus بذهب المدرسة بتاعتي بالأتوبيس. I like my school very much يعني أنا بحب مدرستي إيه جدا. كده احنا قرأنا الثلاث سطور وعرفنا معنا كل إيه جزئية فيها. هنبدأ بقى نحل هتلاقي الموضوع سهل كده. أول سؤال اللي هو سؤال الترو وفولس هنا بيقول لي هبة is in primary 6 يعني هبة في سنة 6 هل الكلام ده مظبوط؟ طبعا الكلام ده مش مظبوط لان هي قالت in primary 5 وبالتالي number 1 هتبقى ايه؟ هتبقى false. number 2 she has breakfast with her family بتتناول الفطار مع اسرتها الكلام ده مظبوط؟ اه الكلام ده مظبوط يبقى اجي تحت true واحط ال T. number 3 she goes to school on foot يعني بتروح المدرسة بتاعتها on foot يعني سيرا على الأقدام على رجليها الكلام ده true؟ لا طبعا الكلام ده مش true ده false لأن هي قالت أنا بروح بالإيه؟ بالباص. تعالى كده نشوف السؤالين التانيين. السؤالين التانيين number 4 بيقول when does هبة get up يعني إمتى هبة دي بتصحى؟ بتصحى إمتى هبة؟ تعالى كده نشوف نرجع للقطعة تاني ونشوف بتصحى الساعة كام. هنا هبة قالت إيه؟ قالت I get up at 7 o'clock
يبقى الإجابة هنا يا ولاد هتبقى إيه؟ هنقول كدهوت الإجابة، هنقول she gets up at 7 o'clock، يعني بتصحى الساعة كام؟ الساعة 7 بالظبط. طيب الإجابة إحنا ممكن نقولها بطريقة تانية اللي هي المباشرة والإجابة القصيرة، إن أنا أقول at 7 o'clock على طول، يعني الساعة 7 بالظبط، أوكي؟ يا إما أقول she gets up at 7 o'clock. وتخلي بالك السؤال بتاعك لو في does بتحط للفعل اس وانت بتجاوب، لو في دو مش هحط اس بقى ولا اي حاجه، هنقوله زي هنقله زي ما جه في السؤال بالظبط. اوكي طيب، يبقى شي جيتس اب ات 7 o'clock يعني هي بتصحى الساعه 7. كويستشن نمبر 5 بيقول وات داز هبه هاف فور بريكفاست، يعني هبه بتتناول ايه على البريكفاست على الفطار. تعالى كده نرجع للقطعه ونشوف بتاكل ايه البنت دي. قالت هنا ايه؟ قالت I have eggs and beans، انا بتناول البيض وفول. وبالتالي لما نيجي نجاوب هنقول ايه؟ برافو عليك، هنقول كده هو، هنبدأ برضو بشي. وهنا بقى مش هستخدم يا مستر، مش هستخدم have، اوكي؟ لا، احنا شي بيجي معاه ايه؟ بيجي معاه has بقى، يبقى نقول she has، بنحولها من have الى has. she has beans and eggs، يعني بتتناول الفول والبيض. طيب ممكن اكتب اجابه مباشره او ممكن تكتب اجابه مباشره وتقول لي beans and eggs على طول، اوكي؟ ولكن الاجابه الكامله بتدل على انك طالب ايه؟ شاطر ومركز. تعالى كده نشوف نمبر 4 بقى. السؤال هنا بيقول rearrange the following words to make correct sentences، يعني اعد ترتيب الكلمات اللي جايه ديت عشان تديني جمله صحيحه. طبعا الاول بشوف الكلمات اللي هو موجوده بقراها، وبعد كده ببدا ايه؟ ارتب الجمله عشان تديني معنى، والكلمه اللي بيكون شادد تحتها خط هي دي الكلمه اللي ببدا بيها. يبقى انا هبدا بايه؟ باي، وبعد كده عندي فايند وعندي ماي وسان سكرين وكانت. طيب ايه اللي بيجي بعد الفاعل؟ ايه اللي بيجي بعد اي؟ هو المفروض كانت. يبقى اقول يا اولاد اقوم قايل اي كانت. طيب وبعد ما تقول اي كانت، قلنا ان كانت بتيجي بعدها الفعل في المصدر، طب فين الفعل هنا؟ الفعل اللي هو فايند، يبقى تقول ايه؟ اي كانت فايند، مش قادر تلاقي ايه؟ ماي سان سكرين، زي ما البنت ايه سكرها ما قالت في المحادثه، اوكي؟ يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ اي كانت فايند ماي سان سكرين. نمبر 2 جايب لي هنا از وبيقول لي هتبدا بيها السؤال، وبعد كده جايب لي نيكست تو، وبعد كده كاميرا، وبعد كده يور، وبعد كده ذا سان سكرين. فالمفروض ان انا هكون سؤال بايه؟ بهل، تمام؟ وعاوز يقول ايه؟ هل اللي هو كريم واقي الشمس بجوار الكاميرا بتاعتك؟ اوكي، يبقى هنقولها ازاي؟ هنقوم قايلين كده از ذا سان سكرين نيكست تو يور كاميرا. نمبر 3 السؤال الثالث هنا جايب لي وير، اللي هي اختصار لايه؟ اختصار لوي ار، تمام؟ بعد كده جايب لي هافينج، بعد كده بينز اكس واند. عاوز يقول لي هنا، عاوز يقول ان احنا سوف نتناول زي ما جت في المحادثه، سوف نتناول بيض وفول. طبعا انت مذاكرتك للمحادثه بشكل كويس كمان بتفيدك كمان في سؤال الترتيب، عشان كده مهم جدا ان انت تحفظ المحادثات اللي هتتوفر عندك في المنهج. يبقى احنا هنبدا نقول ايه تاني؟ هنقول وير هافينج beans and eggs. تاني we're having beans and eggs. طب يا مستر لو انا بدلت البينز مع الاجز وجبت الاجز الاول وبعد كده البينز، هل دي تبقى غلط؟ لا طبعا مش هتبقى غلط ولا حاجه، الحاجات اللي هي بتبقى معاك وما بينهم اند تقدر تبدلهم ما بين بعض عادي، مش هيبقى في اي خطا في الجمله. we're having beans and eggs هي اياها we're having eggs and beans. نمبر 4 بيقول لي هتبدا بايه؟ بسميلز، تمام؟ احنا خدناها في الكلمات وخدنا حاجه اسمها رائحته طيبه، لما تكون حاجه ريحتها طيبه كنا بنقول ايه؟ برافو عليك، كنا بنقول سميلز جود. وكده الجمله الاولانيه خلصت. هبدا بقى اكون سؤال، يبقى سميلز جود كده خلصت الجمله بتاعتها. هنبدا بقى سؤال ب واتس المفروض، عشان السؤال هنا بيبدا بكلمه الاستفهام. واتس ايه؟ فاكرين كانت بتيجي معاه ايه؟ كنا نقول واتس for، وبعدها اسم الوجبة what's for breakfast، يعني ما الطعام المجهز على وجبة الفطار. يبقى تاني هنقول smells good what's for breakfast.
تعالوا بقى دلوقتي للكويستشن نمبر 5، السؤال الخامس هنا بعنوان بيقول لي look and write a paragraph of 5 sentences. هتنظر على الصورة اللي قدامك ديت وتكتب paragraph مكون من خمس ايه، من خمس جمل. طبعا هنا مختلف عن السنة اللي فاتت، في السنة اللي فاتت انت كنت بتكتب 3 جمل بس، وفي نفس الوقت كنت بتكتب جمل تحت بعضها. لا، السنة دي بيقول لك اكتب paragraph، يعني هتكتب جمل جنب بعضها، اكتب جملة واحط نقطة واكمل جنبها، اوكي، وبعد كده ابدأ من السطر اللي بعده وهكذا. تمام، تعالوا كده بقى نشوف ازاي هنكتب خمس جمل عن الصوره اللي قدامنا دي. طبعا قبل المفروض ما بتبدا كتابه بترتب افكارك الاول وبتجهز الجمل في دماغك الاول، بعد كده تبدا تكتب زي ما انا هعمل دلوقتي. قدام الصوره دلوقتي ابص على البنت، الاول هقول انها بنت، هعمل كده. بعد كده هقول هي بتعمل ايه، يبقى هي بتاكل. بعد كده هقول بتاكل ايه، بعد كده اوصفها، اوصفها بما انها بتاكل يبقى هي كده جعانه، وارجع اوصفها بما انها بتضحك يبقى هي سعيده، وكمان اقول المكان اللي هي فيه، يبقى هتلاقي نفسك بدل ما كتبت الخمسه هتلاقي نفسك كتبت 6 جمل. تعالى كده نشوف انا هكتب ايه. اول حاجه خالص هقوم قايل ان هي بنت، يبقى هقوم قايل ايه، she is a girl. وتخلي بالك زي ما اتفقنا ان انت كل جمله بتبدا بحرف ايه، تبدا بحرف كابت. تمام، كل جمله بتبدا بحرف ايه، بتبدا بحرف كابت. طيب يبقى she is a girl كده الجمله الاولانيه، وهقوم ايه حاطط النقطة بتاعتي وهكمل جنبها الجملة التانية عادي، مش هبدأ من أول سطر ولا حاجة. بعد كده هقوم قايل إن هي بتأكل، تمام؟ يبقى she is eating، هي بتاكل. واحد تاني ممكن يقول لي إيه، ممكن أكتب يا مستر she is having breakfast، يعني هي بتتناول الفطار. أقول لك ده جميلة جدا الجملة دي، she is having breakfast، هي بتتناول وجبة الإفطار. هنيجي بقى بعد كده هنقول، بعد ما قلنا ان هي بتاكل هنقول ان هي بتحب الحاجه اللي بتاكلها، لان يعني طالما بتاكل ومبسوطه كده يبقى هي بتحبها، يبقى نقول كده وات شي لايكس، هي بتحب، شي لايكس، وبنحط للفعل ايه اس عشان جاي بعد شي، يبقى نقول شي لايكس، هي بتحب، بتحب ايه، بتحب الفول والبيض، يبقى شي لايكس بينز اند ايه اند ايجز، بتحب الفول والبيض. وممكن ابدا من بعد من اول السطر عادي. بعد كده هتقول هنا دلوقتي ان هي سعيده او جعانه، تعالى نوصفها ان هي جعانه الاول، طالما بتاكل يبقى اكيد جعانه، يبقى نقول she is hungry. وما تنساش كل جمله تبدا اول حرف فيها بكابيتال ليتر وتحط في الاخر ايه الفول ستوب بتاعتك اللي هي النقطه، اوعى تنسى الحاجات دي عشان دي حاجات اساسيه بتنقص عليها لو انت مش عاملها. الجملة اللي بعد كده ان احنا هنوصفها ان هي سعيدة، بما انها بتضحك يبقى نقول she is happy. She is happy. بعد كده احنا بنوصف المكان اللي في الصورة، نشوف البنت ديت قاعدة فين او فين، هنقول طبعا ان هي في البيت، هي موجودة دلوقتي في البيت بتفطر في البيت، يبقى نقول ان هي she is at home. She is at home. هي في المنزل او في البيت. هتيجي تشوف الجمل اللي احنا كتبناها هتلاقي ادي 1 2 3 4 5 6 جمل، هو عايزني اكتب خمسه بس. طيب هل في مشكله ان انا اكتب خمسه او قصدي سته؟ هقول لك لا عادي، ده هو اصلا الصح ان انت تكتب سته، عشان لو في جمله من السته فيها غلط يبقى انا برضو كده برضو كاتب له خمس جمل بشكل صحيح واخد درجه السؤال ايه كامله. طيب تعالوا بقى بعد كده نشوف اخر سؤال معانا، وهو سؤال البنكتويشن. سؤال البنكتويشن ده انت واخده من سنه ثالثه ابتدائي، وبالتالي هو سؤال سهل جدا. طيب انا دلوقتي نسيت يا مستر ايه الحاجات اللي انا بغيرها في السؤال ده، هفكرك انا بيها. بص يا سيدي، اول حاجه المفروض اسماء الاشخاص لازم تبدا بحرف كابيتال، اسماء البلاد لازم تبدا بحرف كابيتال، اسماء اللغات زي الانجليش وزي الارابيك بتبدا برضو بحرف كابيتال، اسماء ايام الاسبوع والشهور بتبدا بايه؟ بحرف كابيتال برضو. لو جايب لي اسم شخص في اخر الجمله او اخر السؤال والشخص اللي في الاخر ده احنا بنوجه له الكلام، يبقى هنحط قبل اسمه كما، زي ما جايب لي في الجمله دي كده، حاطط هدى في الاخر وحاطط قبلها ايه؟ كما. طيب وتبدا جملتك بحرف ايه؟ بحرف كابيتال. وكمان الاختصارات بنحط فيها الابوستروفي اللي هي الفاصله اللي بتبقى فوق دي. تعالوا كده بقى نحل السؤالين. في سؤال البنكتويشن السنه دي انت كل جمله من الجملتين اللي بيجوا لك في الامتحان بتغير في كل جمله حاجتين اتنين بس. نشوف كده نمبر 1 قول وات تايم از ات هدى، يعني ما الوقت يا هدى؟ ايه الحاجتين اللي هنغيرهم كده بسرعه؟ نبص كده يلا.
طبعا هو بادئ ب وات، ما فيهاش اي حاجه هتتغير لان هي اصلا بادئه بحرف الدبليو كابيتال. بعد كده تايم، ما فيهاش اي حاجه هتتغير. از ات برضو ما فهمش حاجه، واحط القامه بتاعتي زي ما هي عادي. هتلاحظ بقى ان اسمه هو ده بادئ بالاتش سمول، وده اسم شخص، يبقى المفروض احول انا الاتش الى كابيتال، وبعد كده اكتب كلمه هدى، واشيل احط ايه في الاخر، نقطه ولا علامه استفهام؟ طبعا احنا هنحط question mark، علامه الاستفهام، عشان ده سؤال بادئ بوات. نمبر 2 والاخير هنا بيقول اتس 7 o'clock. طبعا احنا اتفقنا ان في بدايه كل جمله لازم ابدا بحرف كابيتال، يبقى احول الاي السمول الى الاي الكابيتال، وبعد كده اكتب اتس زي ما هي. بعد كده 7 ما فيهاش اي حاجه هتتغير، اتس 7. هتيجي تبص على كلمة clock اللي هي معناها بالظبط، هتلاقي فيها حاجة ناقصة، وهو الابستروفي اللي بعد الاو، وأكمل بعد كده كلمة clock وأسيب النقطة بتاعتي زي ما هي. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان تدوس على علامة الاشتراك اللي باللون أحمر تحت الفيديو، وبعدها تدوس على علامة الجرس عشان يوصل لك كل الدروس اللي هرفعها إن شاء الله الفترة اللي جاية. ولو عندك اي استفسار او ما فهمتش اي حاجة وعايز تسأل فيها، اكتب تعليق تحت الفيديو وانا هرد عليه على طول. واستنوني في الدرس الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.